عند الله ترى المقاييس مختلفة، ليست كمقاييسنا اللون، الشكل، الجنس، ذكر أو أنثى، لا لا، القلب الصادق والعمل الصالح. مريم عليه السلام تجمع أثواب العبادة، ذاهبة إلى ربها في اعتزال، تريد العبادة. لم تعلم يوماً أن الله سيحدث بتفاصيل خروجها كل العالمين في كتابه القرآن، أشرف كتاب. واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.